عزيز عبد الشافي بيلعبها بالعرض، تروح للخطيب. حلوه حلوه الجول الثاني للخطيب بعد 16 دقيقه. بياخدها منه صفط، لما الكوره صفط وعدى منه وفات وماشي لسه بيحاول انه يحل عليه. كرة مع صفط بيلعبها عليها الخطيب. كرة حلوة جميل جدا، صفط عبد الحليم يرفع الكرة بسن الجزمة عليها، يرفع الخطيب ويحط الجول الرابع. ماشي عبد العزيز عبد الشافي بيلعبها بالعرض، تروح للخطيب. بعد 16 دقيقة طبعت النتيجة 3 الأهلي 0 المنصورة. يجيب الجول الثالث الخطيب، لما الكورة صفت وعدى منه وفات وماشي لسه بيحاول انه يحل عليه. كورة مع صفت بيلعبها عليها الخطيب. الجزمة عليها يقطع الخطيب ويحط الجول الرابع في دقيقة 39. ماشي عبد العزيز عبد الشافي بيلعبها بالعرض، تروح للخطيب. حلوة حلوة الجول الثالث للخطيب بعد 16 دقيقة طبعت النتيجة 3 الأهلي 0 المنصورة. يجيب الجول الثالث الخطيب، لما الكرة صفت وعدى منه وفات وماشي لسه بيحاول انه يحل عليه. كرة مع صفت بيلعبها عليها الخطيب. كرة حلوة جميل جدا، صفت عبد الحليم يرفع الكرة بسن الجزمة عليها، يقطع الخطيب ويحط الجول الرابع في الدقيقة 39. صفت عبد الحليم، عبد العزيز عبد الشافي بيلعبها بالعرض، تروح للخطيب. حلوة حلوة الجول الثالث للخطيب بعد 16 دقيقة طبعت النتيجة 3 الأهلي 0 المنصورة. يجيب الجول الثالث الخطيب، لما الكورة صفت وعدى منه وفات وماشي لسه بيحاول انه يحل عليه. كرة مع صفت بيلعبها عليها الخطيب. كرة حلوة جميل جدا، صفت عبد الحليم يرفع الكرة بسن الجزمة عليها، يقطع الخطيب ويحط الجول الرابع في الدقيقة 39.